هل تبحث عن موقع يتيح لك ربح المال عن طريق تصفح الإنترنت وعرض الإعلانات فقط؟ موقع يتيح لك تحقيق دخل إضافي يومياً من خلال تصفح الإنترنت فقط. هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو. موقع سلايز هو عبارة عن امتداد للمتصفح يمكن المستخدمين من تحقيق الدخل بسهولة من الوقت الذي يقضونه في تصفح الإنترنت. سلايز هو معيار التصفح المستقبلي وهو جاهز للبدء في توليد دخل سلبي لك اليوم، يمكنك الربح من خلال استخدامه فقط. من خلال تثبيت الإضافات على المتصفح الذي تستخدمه سواء كان جوجل كروم أو فايرفوكس أو مايكروسوفت إيدج، ثم سحب أرباحك من خلال بيبال أو عملات البيتكوين بشكل فوري وقتما تشاء. عند التصفح سيتم عرض إعلانات بسيطة على مواقع الويب، والتي ستحصل على أموال مقابل مشاهدتها فقط. هذه هي واجهة موقع سلايز. إذا كنت تستخدم متصفح كروم ستجد هنا Add to Chrome، وإذا كنت تستخدم متصفح مايكروسوفت إيدج ستجد Add to Edge حسب نوع المتصفح الذي تستخدمه. اضغط عليها لتثبيت الإضافة إلى المتصفح. بعد تثبيت الإضافة سيتم عرض الإعلانات تلقائياً أثناء تصفحك للإنترنت. للتسجيل اضغط على Sign Up، أضف بريدك الإلكتروني وكلمة السر، ووافق على الشروط واضغط على Sign Up. حل الكابتشا وسيتم إرسال كود التحقق إلى بريدك الإلكتروني، عليك إدخاله. بعد التسجيل مباشرة ستحصل على 10 سلايز، وهي ما تعادل 0.01 دولار. بعد إنشاء الحساب قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الجديد. هذه هي الإضافة بأعلى المتصفح. تأكد من تفعيل هذا الخيار، وهو يعني أن الخاصية تعمل على المتصفح. أيضاً هنا ستجد الإحصائيات الخاصة بك، ومن أيقونة الإعدادات ستجد أنواع الإعلانات التي تفضل ظهورها أو عدم ظهورها أثناء التصفح. بالأسفل تجد إشعارات عن إضافات جديدة يمكنك تثبيتها مع إضافة سلايز، وأي إضافة تقوم بتثبيتها عليك تفعيلها من هنا لكي تعمل. هذا محرك البحث الخاص بسلايز. وهنا أعلى اليسار تجد عدد النقاط التي جمعتها وقيمتها بالدولار والساتوشي. بالبحث عن أي شيء ستربح المزيد من العملة. وهنا ستجد نافذة منبثقة لسلايز، عليك إبقاؤها مفتوحة لأنها تقوم بعرض الإعلانات. وستلاحظ ارتفاع رصيدك مع زيادة عملية البحث التي تقوم بها، ونتائج البحث هي نفسها التي تظهر لك من خلال محرك البحث جوجل. من باي أوت يمكنك سحب أرباحك، والحد الأدنى للسحب هو 50 سلايس، ويمكنك السحب عن طريق بيبال أو بيتكوين.
حدد الدولة لتظهر لك طرق السحب التي تختلف حسب الدولة. من كونكشن ستجد المتصفح الخاص بك، ويمكنك تثبيت الإضافة على أكثر من متصفح سواء على الكمبيوتر أو على الجوال. ويمكنك التحكم أيضا من خلال هذا الشريط بعدد الإعلانات التي ترغب بعرضها. إذن الموقع عبارة عن إضافتين، إضافة لعرض الإعلانات، والإضافة الثانية هي عبارة عن محرك بحث. كما أن هناك طريقة أخرى لكسب المال من موقع سلايس، وهي من خلال برنامج الإحالة. كل ما عليك فعله هو مشاركة رابط الدعوة الخاص بك الذي ستجده في قسم كريو مع أصدقائك. بمجرد أن ينقر أي شخص على رابطك ويقوم بتثبيت الامتداد، سوف تتلقى 1000 سلايس كمكافأة، وهي ما تعادل 1 دولار. كما يمكنك أيضا الربح عن طريق إتمام الاستطلاعات أو الإجابة على الأسئلة. بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، انقر على سيرفايز الموجودة في القائمة الجانبية، وستجد مجموعة من الاستبيانات التي يمكنك إكمالها، وقد تحصل منها على 1200 سلايس، أي ما يعادل $1.02. وتمت إضافة طريقة جديدة للربح، هي عن طريق تنزيل التطبيقات والألعاب على هاتفك وتجريبها لفترة معينة من خلال قسم App Rewards الموجود في القائمة الجانبية، وسوف تجد مجموعة من العروض التي يمكنك إتمامها، وقد تستغرق منك تنفيذ المهمة الواحدة 30 دقيقة لتحصل على 3500 سلايس، وهي ما تعادل $3.50. يمكن أن تكون أرباحك من موقع سلايس منخفضة قليلاً، ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر دخل أساسي، لذلك عليك أن تضع بالاعتبار أنها وسيلة إضافية للربح وليست مصدراً أساسياً للدخل.